السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من دخيل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة خبر سار جدا جدا جدا، وألف مليار مبروك لمصر والمصريين وجميع الدول العربية وأيضا كل جنسيات الشرق الأوسط. أنا جايب لحضراتكم النهاردة خبر في منتهى السعادة والفخر والاعتزاز. لكن قبل ما نبتدي، لو حضرتك ما اشتركتش في القناة انزل اعمل سبسكرايب وفعل زرار الجرس على الكل، ويا ريت تعمل لي لايك عشان تساعدني على الانتشار، وشير انشر، ولازم تنزل تحت تكتب لي كومنت، لازم تكتب لي تعليق. ايه هو التعليق؟ بحبك يا قفاص، جو تام، اي لاف يو. لو بتكرهني قول لي اي هيت يو، انا بكرهك مفيش اي مشكله، بس هبقى زعلان بصراحه. يعني تكرهنيش ليه؟ تكرهني لازم يبقى في تفاعل بيننا وبين بعضينا، هات وخد. حضرتك ذكرت الله، صليت على رسول الله، وايضا في نهايه الفيديو كذلك، غير ان في معلومه طبيه، يبقى لازم تساعد القناه ان القناه تنتشر وجيوش الدكتور محمد القفاص تغطي العالم كله. الخبر بقى عن صرح مصري وطني عملاق وبكل جداره. صرح مصري وطني عملاق وبكل جداره. طول عمري بحلم بالصرح ده، لان اللي ما يملكش طعامه وما يملكش دواء ملوش اي هيمنه وملوش اي سيطره، ممكن اي حد يسيطر عليه. النهارده في مدينه الدواء المصريه جيبتو فارما، النهارده تم افتتاح مدينه الدواء المصريه جيبتو فارما، بتنتج 150 مليون علبة سنويا. يعني قوة الانتاج بتاعتها 150 مليون علبة سنويا، بها 15 منطقة انتاج على 180 ألف متر مربع. ايه ده؟ طبعا الدواء امن قومي يا جماعة، علبة الدواء دي امن قومي، الدواء سلاح استراتيجي، ممكن اي دولة تتحكم في اي دولة بحرمانها من الدواء، فلازم يبقى عندي مصنع اصنع فيه الدواء. انا كل ادوية السرطانات بستوردها من الخارج، النهاردة ادوية السرطانات كلها هعملها في مصر وبثلث الثمن. يعني انا هعمل كل ادوية السرطان بثلث الثمن، بس مش بس أدوية السرطان. عايز أقول حاجة، المدينة دي فيها قسم أبحاث للدواء، فيها قسم أبحاث للدواء، مش بس كده، في كود أو رقم تسلسلي لتتبع المنتج علشان نتلافى إن حد يضربه، محدش هيضربه. كل علبة لها رقم تسلسلي، ممكن حضرتك تخش على الرقم ده على النت وتشوف رقم التشغيلة دي، هل الدواء ده أصلي من المصدر بتاعه ولا اتضرب؟ اللي ضربه بقى هتعرف تجيبه من قفاه، هيتحبس. طبعا صرح مصري وطني عملاق وبكل جدارة، تكلف المليارات، ينتج 150 مليون علبة سنويا. طبعا هينتج أدوية الأورام، أدوية الأورام بدل ما استوردها من الخارج وأفقد عملة صعبة، لا هنتجها هنا في مصر وبثلث الثمن، تلت الثمن. طبعا مشتقات البلازما، الالبيومين دايما، الباكستر والهيومن البيومين اللي بجيبه علشان اعوض البلازما دايما بستورده من الخارج، الهيومن البيومين هعمله برضو
في مدينة الدواء جيبتو فار. أيضا الإريسرو بويتين، الإريسرو بويتين اللي بيعالج الأنيميا برضه هنعمله. هنعمل الإنسولين، أيضا هنصنع الإنسولين، أيضا هنصنع بنج الأسنان، أيضا هنصنع المحاليل الوريدية، أيضا هنصنع مثبطات المناعة لزراعة الأعضاء، أيضا هنصنع علاجات فيروس سي وعلاجات فيروس الإيدز، أيضا هنصنع جميع المضادات الفيروسية التي نستوردها من الخارج، مش بس دواء كبسولات أقراص أشربة، لأ ده هنصنع كمان مستلزمات طبية، مستلزمات طبية. خلي بالكم، آن الوقت أن تعلم جميع الشركات الأدوية الخاصة أن التنافس أصبح في منتهى الشراسة، التنافس أصبح في منتهى الشراسة، وذلك لخدمة المواطن المصري والعربي. وسنصدر الدواء للخارج، أقوى صرح على مستوى الشرق الأوسط. ده غير القطرات فردية الجرعة، القطرات فردية الجرعة اللي بنستوردها من الخارج زي السيستان والسيستان ألترا وقطرات ألكون، كلها هنصنعها. أيضا هنصنع الهرمونات، الهرمونات وحبوب تنظيم الحمل، مش بلاش منع الحمل دي حرام، تنظيم الحمل. ومفيش واحد خفاش ظلام أو جندي من جنود إبليس يقول لي الله ما أنتوا بتصنعوا هرمونات أهو. يعني أقول لك إيه؟ أقول لك إيه؟ أنت فكيت السلبة وطلعت ليه من الزريبة دلوقتي؟ الهرمونات موجودة في الصيدليات وبتصنع لأغراض علاجية، لأغراض علاجية طبقا لروشتات مدروسة من الأطباء. الهرمونات تستخدم في علاج السرطان، الهرمونات تستخدم في تأخر البلوغ لدى الرجال والسيدات، الهرمونات بتستخدم في مرض الفشل الكلوي، لها أغراض علاجية. ما تجيش أنت يا بقلز تاخد الهرمون تكبر بيه عضلتك تقوم مقطوعة وأنت بتلعب بنش، ها؟ يا ابني يا ابني اتعلموا حاجة، الله يصلح حالكم. طيب، غير الهرمونات طبعا الأنسولين، الأنسولين كارتريج اللي هي الخراطيش والأقلام هيتصنع. أيضا مدينة إنتاج الدواء جيبتو فار تصنع لصالح الغير. أنت عايز تعمل دواء، معاك رخصة من وزارة الصحة وعايز تعمل دواء، ممكن تتوجه لشركة لمدينة الدواء جيبتو فار. مكانها فين؟ القليوبية، القليوبية الخنكة، محافظة القليوبية الخنكة. تتوجه لهم وتوريه التصريح بتاع وزارة الصحة ينتج لك، بدل ما انت بتنتج في أي شركة بعشر قروش هتنتج عنده بخمس قروش، نص الثمن. مش بقول لكم المنافسة بقت شرسة جدا جدا جدا. طبعا هي واخدة الجي ام بي، جي ام بي ده اللي هو ايه؟ جود مانوفاكتشرنج براكتس، يعني تصنيع بجودة عالية جدا، منتج لا تلمسه يد على الإطلاق. طبعا المدينة بتوفر لكل منتج عدم التقليد ورقم تسلسلي لمراقبة المنتج منذ إنتاجه حتى استلام المستهلك للمنتج. هتاخد العلبة هيبقى عليها رقم تسلسلي، هتضربه الكود بتاعه على النت هيقول لك العلبة دي رقم تشغيلي كذا وطالعة من المصنع الفلاني واللي عملها فلان الفلاني، بطاقة شخصية لكل علبة دواء. يستحيل أي حد في نبروه أو في أي محافظة يقلدها، ولو قلدها هنعرف نجيبه. الرقم العلبة إيه؟ اشتريتها منين؟ الصيدلية الفلانية. مين اللي بحالك؟ فلان الفلاني. هاته. لا والله يا بيه ده واحد جابها لي، هات اللي جابها لك. نتتبع المنتج لغاية ما نوصل مين اللي ضربه. يبقى إذن أنت
في امان لان في تتبع للمنتج. طبعا مدينه الدواء المصريه صرح مصري وطني عملاق وبكل جداره اعلن عن بدء المنافسه الشرسه بين جميع الشركات في مصر والدول العربيه والشرق الاوسط كافه. ستصبح المنافسه شرسه جدا وحاميه الوطيس لانتاج منتج على درجه عاليه من الجوده وينافس جميع الادويه العالميه، بل وسنصدر وايضا هنغطي كافه الانتاج المحلي. خبر في منتهى السعاده اثلج صدري جدا وبقالي فتره بحلم بيه. ليه ما ننتجش الانسولين؟ ليه ما ننتجش الهرمونات؟ ليه ما ننتجش ادويه الاورام اللي بنشتريها بالعمله الصعبه بارقام فلكيه؟ النهارده احنا هنجيبها على ارض مصر، احنا هنصنعها بتلت الثمن بس. ليه ما الاقيش مكان انتج فيه الدواء بتاعي بجوده عاليه موثوقه وبتمن قليل برضه؟ وكل ده لصالح المواطن المصري والعربي والشرق اوسطي. يا ريت يا ريت يا ريت تباركولي وابارك لكم برضه. الف مليار مبروك على صرح جبتو فارم، الصرح المصري الوطني العملاق وبكل جداره. الف مبروك، دمتم يا رب بصحه وعافيه، ولا احتجتم اي طبيب ولا اي صيدليه ولا اي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاه كثيرا على سيدنا محمد خاتم الانبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعه، على امل في لقاء قريب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.